في موقع يمن مونيتور نقرأ خبرا حول ما قاله مغتربون يمنيون ومصادر إن عائلتين يمنيتين ما تزالان تحت الأنقاض في تركيا فيما جرى إنقاذ عائلة. ووفقا للموقع فقد أفاد دبلوماسي في الخارجية اليمنية في تصريحه للموقع إن عائلتين لا تزالا تحت الأنقاض في مدينتي هاتاي وملاطيا. المصدر أضاف في تصريحه لموقع يمن مونيتور إن عائلة يمنية في ملاطيا جرى إنقاذها من تحت الأنقاض، وكانت يمنية حاملا وتم إنقاذها ونقلها إلى المستشفيات لإجراء العملية لإخراج الجنين. وبحسب الموقع فقد تسبب زلزال في وفاة وإصابة الآلاف في المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا وسوريا.